بسم الله ربنا الروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل من سفر المزامير مزمور 118، المزمور 118. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ليقل إسرائيل أن إلى الأبد رحمته. ليقل بيت هارون إن إلى الأبد رحمته. ليقل متقوا الرب إن إلى الأبد رحمته. من الضيق دعوت الرب فأجابني، من الرحب الرب لي فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي بين معيني وأنا سأرى بأعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني وباسم الرب أبيدهم. أحاطوني مثل النحل، لم تقأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دحرتني دحورا لأسقط. أما الرب فعبدني قوتي وترنمي، الرب وقد صار لي خلاصا. صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة. يمين الرب صانعة ببأس. لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقون يدخلون فيه. أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا. الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الأتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وقد أنار لنا. اوثق الذبيحة بربة إلى قرون المذبح. إلهي أنت فأحمدك، إلهي فأرفعك. احمد الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. الليلويا. المزمور 118 يعتبر آخر مزمور من مزامير التهاليل اللي قلنا بتبتدي من أول مزمور 113. ومزامير التهاليل دي شفناها كانت بتتلى وبتصلى في الأعياد الرئيسية بتاعت اليهود. السيد المسيح نفسه صلى بهذا المزمور. لو طلعنا إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 14 نشوف مباشرة بعد ما السيد المسيح أكل الفصح مع تلاميذه، وبعد ما أسس سر التناول في عدد 22، مرقس 14 عدد 22. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكفل وأعطاهم وقال خذوا كل هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. حق أقول لكم إني لا أشرب فيما لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله. بعدين آخر آية يقول ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. كلمة سبحوا دي معناها إن هم صلوا بمزامير التهليل، لأن ده كان طقس الاحتفال بعيد الفصح. وكان يجي عند مزمور 118 بالذات ده هو وكبير المتكئين يقول ربع، وكل اللي قاعدين يردوا عليه بالربع الاخر، زي ما احنا عندنا في الكنيسة هنا نظام المربعة.
وكان السيد المسيح هو اكبر المتكئين مقاما معهم، فكان هو يقول الربع وهم يردوا عليه بقليل وياه او بمقطع من المقاطع. وكان بيقول هذا المزمور، وزي ما احنا قرينا هذا المزمور مليان نبوات ومليان حاجات كثيرة تخص السيد المسيح، فكأنه هو بيصدحه كان بينطق بيه عن نفسه. للأسف مش معروف مين اللي كتب هذا المزمور او الوقت اللي كتب فيه. بعض الناس قالوا ان داود هو اللي كتبه لان في بعض الحاجات تمس داود، وبعض الناس قالوا ان المزمور ده كتب اثناء تدشين الهيكل لان في حادثة معينة ذكرت هنا بتاع الحجر المرفوض او المرزول، وفي قالوا ان ده اتكتب في زمن تجديد الهيكل بعد ما عزرة الكاتب جمع الاصفار وهو ونحمية ابتدوا يعيدوا بناء الهيكل مرة تانية. تحديد تاريخ الزمن اللي اتكتب فيه المزمور مش معروف بالضبط، لكن الحاجة المعروفة والمسجلة ان اليهود ادوا هذا المزمور اهتمام خاص جدا في كتبهم. تعرفين بجانب التوراة في بعض الكتب خاصة باليهود بتقليدهم وبتفسيراتهم، زي كتاب الترجوم، زي كتاب المدراش، زي كتاب المشنة، دي كتب يهودية، زي كتاب التلمود الخاص بالتقاليد اليهودية. الكتب دي تعتبر كتب مقدسة عند اليهود وفيها تفسير للتوراة وللأحداث اللي هتصاحب مجيء المسيا، ايه اللي هيحصل. يعني حاجة عجيبة وجدوا في كتب اليهود وفي تقليدهم ان مثلا يوم ما هيتولد المسيح اليوم ده هيكون فيه صوم، وفعلا كانوا بيصوموا هذا اليوم، وفي اليوم اللي بيصوموا فيه ده اتولد المسيح. واحنا خدنا منهم هذه الحتة اللي هي كلمة البرامون. تعرفين برامون يعني ايه؟ لا، حفظ اليوم الواحد او الحفظ اليوم بجوار اليوم المهم. احنا صحيح سمينا الاستعداد على اساس ان احنا نتهيأ بالصوم، لكن هي كلمة بارا يعني بجوار، ومون يعني امر او يوم، فمعناها حفظ اليوم الواحد. حفظ اليوم الواحد يعني هذا اليوم كانوا بيعتبروه يوم مقدس ينبغي الصيام فيه والاحتراف فيه، لان اليوم اللي يصدق ميلاد السيد المسيح. وجدوا حاجات زي كده في التلمود اليهودي وفي كتب المشنة والمدراش، فوجدوا في هذا المزمور ان لما جت سنة 200 قبل الميلاد وجدوا في كتب اليهود ان كل علماء اليهود وكبار الربيين معلمي اليهود اجمعوا ان هذا المزمور هيكون المزمور اللي هيستقبل به المسيح الاتي. الحاجة العجيبة ان هنشوف فعلا ان هم استقبلوا المسيح بهذا المزمور يوم دخوله اورشليم. ده في العبارة اللي بتتقال مبارك الاتي باسم الرب اوصلنا في الاعالي. الجموع نطقت بهذه العبارة. ليه؟ لان كانوا وصلوا من خلال هذا المزمور الى هذا الحدث، ان هذا المزمور هو لحن استعداد استقبال المسيح المنتظر. وفعلا السيد المسيح نعرف ان هو في اخر لقاء بينه وبين الجموع قال لهم مش هتشوفوا وشي مرة تانية الا لما تقولوا مبارك الاتي باسم الرب. ده الانجيل اللي احنا بنقراه في يوم جمعة ختام الصوم. وكأن المسيح لقن اليهود العبارة اللي هيقولوها في يوم دخوله الى اورشليم، وهم كان عندهم استعداد وفهم لهذا الموضوع. عشان كده كانت صرخة الجموع يوم ما دخل المسيح الى اورشليم اوصلنا في الاعالي مبارك الاتي باسم الرب. وكانوا بيعملوه كشبه تمثيلية زي ما وجد في كتب اليهود، انه مش مجرد ان هم يقولوه يتلوه كده تلاوة، لا، ده كانوا بيتقسموا فريقين، فريق داخل اورشليم داخل الاسوار
وفريق نازل من جبل صهيون خارج الاسوار ويقولوا ربع ودول يقولوا عليه يردوا عليهم بربع ثاني بنظام المربع. وحنشوف ازاي كانوا بيقولوه بهذا النظام او بنظام المربع. العجيبة ان المسيح في دخوله لأورشليم وضب هذا الموكب بهذا النظام. يعني لو طلعنا انجيل معلمنا متى اصحاح 21 متى 21 نشوف اللي حصل اثناء دخول السيد المسيح لأورشليم. متى 21 عدد 7 واتي بالاتان والجحش ووضع عليهما ثيابهما فجلس عليهما. والجمع الاكثر فرشوا ثيابهم في الطريق واخرون قطعوا اغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا يعني اتقسموا فريقين، فريق يتقدم موكب المسيح وفريق يتبع الموكب. وكان الفريق اللي قدام يقول ربع والفريق اللي ورا يرد عليهم بربع اخر من هذا المزمور. وكم يصرخون قائلين اوصلنا لابن داود مبارك الاتي باسم الرب اوصلنا في الاعالي. ولما دخل اورشليم ارتجت المدينه كلها قائله من هذا؟ بسبب هذا الهتاف اللي كانوا بيقولوه مين هو ده؟ لانه كان معروف عنهم ان هذا المزمور لا يقال الا للمسيح المنتظر. وده كان استقر في ذهن اليهود من قبل مجيء المسيح وميلاد المسيح بحوالي 200 سنة كما هو مدون في كتب التقاليد بتاعة اليهود. فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. عشان كده المزمور ده ليه أهمية خاصة جدا من جهة نبواته عن شخص السيد المسيح، ومن جهة المعاني نشوف ان المسيح صلى بيه، ان المسيح لقن الجموع ان هم يقولوه في استقباله، مليان باشارات كثيرة جدا عن الاحداث اللي حتم في شخص السيد المسيح. عشان كده نلاقي ان الكنيسة خدت هذا المزمور وحطته فين؟ في صلاة الغروب في الاجبية. صلاة الغروب دي المناسبة بتاعتها يوم او اللحظة اللي انزلوا فيها جسد السيد المسيح من على خشبة الصليب علشان يوضعوه في القبر. فحنشوف الرمز الجميل للاحداث اللي بيقولها هذا المزمور وما بين انطباق هذا الوضع على السيد المسيح. لكن في نفس الوقت واحنا بنتأمل فيه مش هننسى نفسينا احنا مكاننا فين في المزمور ده. هو بيبتدي بإرسال الحمد أو التسبيح لله أو الاعتراف للراه، احمدوا الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته. يمكن في ترجمة الأجبية كلمة احمدوا مش بس مجرد الشكر، لكن يقول اعترفوا للرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. الاعتراف هنا بمعنى النطق بصلاح الله. وكلمة صالح يعني أغاصص يعني خير معطي. ومش بس الله صالح طبيعته خيرة يحب أن يعطي، ولكن رحمته أيضا في عطائه دائما إلى الأبد. عشان كده إذا كان بيقول لنا اعترفوا للرب إن احنا نعترف بالشكر وبالحمد وبتسبيح لربنا لأجل مرحمه ولأجل صلاحه، أيضا نعترف لله بخطايانا، لان الاعتراف بالخطأ جزء من التسبيح. لما اقول للربنا انا غلطان في حقك فانا بسبحه على رحمته اللي بتغفر لي وعلى دمه اللي سفك من اجلي. ففي نهاية اليوم او بعد غروب الشمس بعد انقضاء اليوم بطوله وبعرضه كنيسة بتقول لي كده يعني افتكر صلاح الله معاك طول اليوم وافتكر رحمة ربنا معاك طول اليوم اللي سطرتك وقدم له اعتراف بالشكر وبالايه بالحمد. عشان كده رتبت هذا المزمور في نهاية اليوم. احمدوا الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته. ليقل اسرائيل
وكلمة ليقل يعني يعترف بصوت عالي، مش مجرد احساس بالشكر لكن اعلان هذا الشكر كمان. اذهب وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك. ما يكفيش ان يبقى عندك مجرد احساس بالشكر لله، لكن لازم تعلن هذا الشكر للاخرين. ليقل اسرائيل، طب اشمعنى اسرائيل؟ لان اسرائيل ده هو الشعب الايه؟ المختار اللي ياما اختبر صلاح الله ومراحم الله الكتيرة. ليقل اسرائيل ان الى الابد رحمته. رحمته دايما الى الابد. ليقل بيت هارون، دول الناس المكرسين المخصصين لله، اللي كرسوا حياتهم لربنا. اذا كانوا كرسوا حياتهم لربنا فحياتهم ينبغي ان تنطق بالشكر والحمد والتسبيح والاعتراف لله، لان الى الابد رحمته. رحمته في غفرانه للبشرية، رحمته في اعالته لكل الخليقة. دول من واجبهم ان هم يشكروا ربنا. طب اسرائيل معروفة انها شعب الله المختار، وبيت هارون معروف ان دول الناس المكرسين او المخصصين لخدمة ربنا. لكن يبتدي يزود الدرجة ويقول ليقل اتقياء الرب، او ليقل متقوا الرب. وهنا في اشارة جميلة، مين هم متقوا الرب؟ اي انسان، حتى لو كان انسان اممي، طالما في قلبه مخافة ربنا. مش بس اسرائيل الشعب المختار، لكن اي انسان في تقوى الله وفي حرص على علاقة من الله، فليبارك الله وليحمد الله وليعترف لله، لان الى الابد رحمته. فتلاحظوا ان العبارة اتكررت كم مرة؟ 4 مرات. احمدوا الرب لانه صالح وان الى الابد رحمته، ادي مرة. ليقل بيت اسرائيل، ادي التانية. ليقل بيت هارون، ادي التالتة. ليقل متقي الرب، دي الرابعة. ورقم 4 باستمرار يشير الى العالم. اذا كانت الجهات بالنسبة للمكان، الجهات الاربعة الشمال والجنوب واليمين واليسار، يرمزوا للعالم كله. واذا كان ايضا الاربعة ترمز الى الزمن باكمله، لان السماء مقسمة الى 4 فصول. ففي كل مكان وفي كل زمان ينبغي ان يسبح الرب ويعترف لصلاحه، وان الى الابد رحمته، لان رحمته ازلية ابدية. لما نزلوا السيد المسيح من على خشبة الصليب، كان اخر كلمة قالها السيد المسيح واعلنها للبشرية: قد اكمل. كل حاجة تمت، كل فداء وكل خلاص كمل، وكل المراحم كملت. عشان كده والمسيح نازل من على عود الصليب بعد ما اتم عمله، ينبغي ان نحمد الله لان الى الابد رحمته. لان المسيح اللي ذبح مرة واحدة عن العالم رحمة بالانسان، رحمته دائمة الى الابد. الفداء اللي صنعه فداء ابدي، هو مرة واحدة لكن ممتد في الزمن كله. فعشان كده بنشكر ربنا، بنشكر مسيحنا الذي اكمل هذا الفداء. نيجي بقى بلسان حال المسيح وهو بيرنم هذا المزمور. المسيح اتم سر العشا الرباني، يقول: ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. وفي جبل الزيتون صارع في بستان جسيماني. طب وكان محور صراعه ايه؟ يقول: من الضيق دعوت الرب فاجابني من الرحم. نفس اللي حصل من المسيح: نفسي حزينة جدا حتى الموت. وفي العبرانيين يقول بولس: الذي في ايام جسده قدم بدموع وصراخ وطلبات للقادر ان ينقذه من الموت. وبعدين يقول بولس عبارة غريبة قوي: وسمع له
من اجل تقواه، سمع له يعني استجيب لي. فعشان كده يقول من الضيق دعوت الرب فاستجابني من الرحب، الرحب يعني الوسع. كنت في ضيق واخرجني الى الوسع. تقول لي المسيح مات، اقول لك لكن الموت لم يستطيع ان يمسكه، انتصر على الموت وكسر شوكة الموت. فكأن الكنيسة بترسم قدامنا والمسيح نازل يتحط في القبر، نازل من خشبة الصليب عشان يحطوه في القبر. بتقول هذه العبارة، اذا كان القبر محبس ضيق ومكان ضيق وخانق، لكن من الضيق دعوت الرب فاستجاب لي، سمع له من اجل تقواه واخرجه الى الرحب او الى السعة. عشان كده نلاقي ايات كتيرة ترمز للجحيم بانه حبس، يخرج من الحبس المأسورين من الضيق، حبس يعني حتة ضيقة. الرب لي فلا اخاف ماذا يصنع بي الانسان. طب وهو اللي اتعمل في المسيح كان مين اللي عمله؟ الانسان. لكن الرب لي بتاعي، ومنها بقينا احنا المتحدين بشخص المسيح نقول مع بولس الرسول زي ما قال في رومية 8، ان كان الله لنا او معنا فمن علينا. الرب لي فلا اخاف ماذا يصنع بي الانسان. وايضا بلسان حال داود لما كان شاول بيطردوا ابشالوم واخيتوفل وناس كتيرة اعداء كتيرة، كان بيطمن نفسه بهذه العبارة، اذا كان ربنا اختارني واذا كان ربنا ليا، مين الانسان اللي هيقدر يخوفني او مين الانسان اللي هيقدر عليا؟ الرب لي فلا اخاف ماذا يصنع بي الانسان. الرب لي بين معين وانا سارى باعدائي. وكأن ترنيمة المسيح وهؤلاء الاعداء محيطين بي كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي، يقول انا اللي هشوف باعدائي. واذا كان عدو المسيح هو الشيطان، فكان رؤية المسيح ونصرة المسيح على الشيطان تمت في خشبة الصليب. فرحة المسيح بانتصاره على الشيطان في اللحظة اللي قال فيها يا ابتاه في يديك استودع روحي، واتفرج على الشيطان وعلى هدمته وعلى انكساره. يقول في كولوسي جرد الرياسات والسلاطين واشهرهم، اشهرهم بمعنى فضحهم في الصليب ظافرا بهم فيه. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الانسان، او الاتكال على الرب، او الاختباء في الرب، تستخبى في ربنا احسن ما تدور على انسان تحتمي بيه او تتكل عليه او تختبئ فيه. الانسان متقلب متغير، الانسان قدراته محدودة، ما يقدرش يسندك. عشان كده قال في موضع اخر ملعون من اتكل على ذراع بشر. واذا كانت العبارة نفسها حصلت مع السيد المسيح ومع بطرس، لما بطرس استل السيف وحب يضرب، افتكر ان المسيح هيتبسط منه، لكن المسيح قال انا مش هتكل على ذراع بشر، انا ممكن اطلب من ابي يرسل لي 12 جيشا من الملائكة. لكن هو سلم الموضوع في يدي الاب، او في ارادة الله ومشيئته. الرب لي معين وانا سارى باعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على انسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء، حتى لو كان هذا الانسان من الرؤساء، لكن الانسان حاطط رجاءه في ربنا وحاطط حمايته في ربنا. كل الامم احاطوا بي، وفي نبوة مبدعة. كل الامم حاطت بالمسيح ازاي؟ ومين اللي صلب المسيح؟ اليهود والرومان والادوميين. هيرودس ده كان ايه؟ ادومي. والرومان دول امم، واليهود.
كل الامم احاطوا بي، كلهم اتفقوا علي وباسم الرب ابيدهم. الامم دول بيرمزوا الى الناس اللي ملهمش عهد مع الله، فكل دول احاطوا بالمسيح لكن باسم الرب ابيدهم. احاطوا بي واكتنفوني، خنقوني، وصلوا لحد النفس، وباسم الرب ابيدهم. احاطوا بي مثل النحل، زي ما النحل بيحوم حوالين العسل ويلزق فيه، هم دول كمان احاطوا بي بالقطرة، زي النحل بالقطرة حوالين العسل. انطفأوا كنار الشوك. النار لما بتولع في الشوك بتعمل فرقعة، صوت فرقعة، لكن ما بتستمرش طويل، بتطفي بسرعة لان الشوك بيخلص بسرعة. فهم زي النار اللي ولعت لكن لفترة محدودة، هاجوا على المسيح لكن لزمن قصير، ما يقدروش يستمروا، وباسم الرب ابيدهم. وتلاحظوا انه بيكرر عبارة باسم الرب 3 مرات. باسم الرب، رقم 3 رمز للايه؟ للثالوث. عشان كده احنا لما بنيجي نسمي باسم الرب نقول بسم الاب والابن والروح القدس، لان في الاب لينا نصرة وفي الابن لينا نصرة وفي الروح القدس لينا نصرة. داود النبي قال رد بنفس العبارة لما احاطوا بيه الامم، لما جه جلياط الانسان الاممي وجي وقف داود قدامه كده، وداود كان بالنسبة له حاجة صغيرة، قال له انت تأتي الي بسيف ورمح، اما انا اتي اليك باسم رب الجنود. فاسم رب الجنود هو البرج الحصين اللي الانسان بيتمتع بيه، وباسم الرب ابيدهم. جميل الانسان انه يرنم هذه العبارة لما يلاقي الخطايا كترت عليه، والشهوات بتحارب فيه، والانفعالات عمالة تثيره، يقول هذه العبارة: كل الامم احاطوا بي. الامم دول الغرب عن ربنا، كل الافكار الغريبة عن ربنا من شهوة ومن غضب ومن انفعال ومن كبرياء حوطوا علي، عايزين يوقعوني في الغلط، لكن انا باسم الرب ابيدهم. احاطوا بي واكتنفوني، قد تكثر علي الافكار والشهوات والرغبات حتى انها توصل الى اعماق النفس، لكن باسم الرب ابيدهم. حاطوا بي مثل النحل وانطفأوا كنار الشوك. لما الانسان ينادي باسم رب الجنود ويحس ان الحرب اللي كانت عليه انطفت وانتهت. دحرتني دحورا لأسقط، او حسب الترجمة اللي في الأجبية، دفعتني لأسقط، زقتني. مش ده اللي حصل من الشيطان؟ فضل يزق المسيح لناحية الايه؟ الموت، علشان ينهي المسيح، زي ما عمل في اول الخليقة اللي هو ادم، قاعد يزقه لحد ما وقعه. دحرتني دحورا لأسقط، اما الرب فعضدني. الرب جري وسند ادم، وعضد ادم من السقوط، او نجى ادم من السقوط، او اقام ادم الاول من السقوط. الشيطان كان عايز ينزل المسيح في الموت وينتهي المسيح، عشان كده يقول في العبارة: واقامه الاب. والرب ايه؟ عضدني، اقامه الاب. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا. عارفين طبعا العبارة دي الكنيسة بتاخدها في اسبوع الالام وبتفضل ترنم ليها: طابوه من بائظمه. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا. بلسان حال البشرية كلها اللي كانت مجتمعة في المسيح، يرنم هذا المزمور مزمور الخلاص، ان قوتنا من ربنا وخلاصنا من ربنا.
صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. وخيام الصديقين يعني مسكن الصديقين او اجساد القديسين، وده اللي صنعه المسيح فينا. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، عشان كده روح الله بيقدسنا، بقينا احنا خيام الصديقين. الاجساد بتاعتنا دي بقت مساكن للابرار، عشان كده ربنا بيملى حياتنا بصوت ترنم وخلاص. حياتي تبقى مليانه ترنم تسبيح لله، حياتي تبقى مليانه فرحه خلاص في خيام الصديقين. لما النفس تختبر قوه الله وتترنم لله وتذوق طعم خلاص ربنا، مش الخلاص فقط من الظروف او من الاحتياجات او من المشاكل او من المخاوف، لكن خلاص من كل شيء يفصلني عن الله او يفقدني بنويتي لله. في حاجات كتير انا محتاج اتخلص منها، خطيتي محتاج اتخلص منها، انساني العتيق الذات اللي بتشتغل فيا، خلاص من اسر الشيطان، خلاص من عبودية الخطية والذات، خلاص من الظروف، خلاص من المشاكل، خلاص من الأتعاب، خلاص من الأثقال. في حاجات كتيرة أنا محتاج إن أنا أتخلص منها، عشان كده الله يصنع خلاص للنفس اللي بتتحد بيه. يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس. ونلاحظ هنا برضك بيكرر يمين الرب كم مرة؟ 3 مرات، لان ده عمل الثالوث، الاب والابن والروح القدس. يمين الاب اوجدتني وخلقتني، ويمين الابن خلصتني، ويمين الروح القدس قدسني وجددني وفرحني واخذ كل مال المسيح واعطاني. كلمة يمين معناها عمل، فالانسان بيختبر عمل الثالوث في حياته، ويختبر عمل الثالوث ايضا بقوة ببأس. تأديبا ادبني الرب والى الموت لم يسلمني. الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها، كأس التأديب. ولانه قبل هذا التأديب من اجل البشرية كلها، لكن كان يرى من اجل السرور الموضوع امامه، احتمل التأديب، احتمل الصليب مستهينا بالخزي او بالعار بتاع الصليب. فكأن لسان حال المسيح وهو بيصلي هذا المزمور، وهم خارجين الى جبل الزيتون وشايف كل التأديبات بتاعة البشرية ستلقى عليه وعلى كاهله، كان يردد هذه العبارة: تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. لم يستطيع الموت أن يمسك السيد المسيح. افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب. كأنه شايف أن طريق التأديب اللي هو هيجوز فيه هو السبيل لفتح باب البر للبشرية كلها، عشان تقدر تخش للأقداس السماوية. عشان كده في تمثيلية القيامة يقول: افتحوا ايها الملوك ابوابكم ليدخل ملك المجد. طب وملك المجد داخل واحنا فيه، واحنا ايه؟ جواه. فتح لينا ابواب البر، ابواب الحياة الجديدة، ابواب الحياة المقدسة، ابواب ملكوت السماوات. لانه جاءت في التأديب وقبل التأديب نيابة عنا. وفي الطقس اللطيف، انتوا عارفين في يوم رسالة البابا يجيبوا البطرك ويوقفوه قدام باب الكنيسة وينطق بهذه العبارة قبل ما يترشم او قبل ما يتجلس، ويقول: افتحوا لي ابواب البر لكي ادخل فيها. كأنه هو كقائد الشعب او كرأس الشعب او كرأس الكنيسة المنظورة على الارض
يقود الشعب ويقود الكنيسة للدخول من خلال الباب اللي هو مين؟ هو الباب السيد المسيح اللي هو باب البر الحقيقي. هذا الباب للرب، ومقصود بهذا الباب باب البر اللي هو شخص المسيح، والصديقون يدخلون فيه. صديقون اللي تمتعوا بترنم وخلاص وابتهاج في خيامهم هم الذين يستطيعون ان يدخلوا من الباب، هم اللي يقدروا يخشوا من خلال السيد المسيح. وهنا كل ده اعلان عن المسيح الذي صار لنا خلاصا. عشان كده النفس البشرية تفضل كل ايام حياتها تحمد ربنا وتعترف ليه من اجل هذا الخلاص. الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأس الزاوية من قبل الرب، كان هذا وهو عجيب في اعيننا. المسيح مش الباب بس، لكن المسيح كمان الحجر المرفوض والمرذول. وحكاية الحجر دي من اول العهد القديم شاف الرؤية نبوخذنصر وفسرها له دانيال، حجر قطع بغير يدين وهد التمثال الضخم الجبار. كان هذا الحجر اللي قطع بغير يدين هو شخص المسيح. وأشعية وذكرية وأرمية تكلموا عن الحجر المرفوض او الحجر المرذول، والمسيح نفسه تكلم عن نفسه بانه هو الحجر المرفوض في مثل الكرامين الأردياء، لما كان بيقول لهم عن ان في صاحب قرن وبعدين بعت ابنه، وبعدين في اخر المثل قال لهم وده اللي مكتوب ان الحجر الذي رذله البناؤون صار رأسا للزاوية، فاتغاظوا جدا منه. كان في مقولة عن حكاية الحجر المرفوض ده، هو عشان كده بيقولوا احتمال ان يكون هذا المزمور قيل عند بناء الهيكل، ان حصلت حادثة ان كان في بناء هيكل سليمان كان في شرط ان ما يتسمعش في مكان البناء اي خط، كانوش يقدروا يجيبوا حجارة ويدقوها في مكان بناء في اورشليم، لان اورشليم كانت مدينة مقدسة، فكانوا بيشكلوا الحجارة وبيقطعوها في مكان بعيد ويرقموها ويجوا يدوبك يرصوها في مكان الهيكل. فالبنائين بتبني جم لقوا حجر كبير ما عرفوش مكانه، فاستهانوا بيه وركنوه. وبعدين لما جم يتمموا البناء احتاجوا الحجر يتحط في الزاويه، يربط حطين سموه حجر الزاويه، يعني الحجر اللي هيربط الحائط ده بالحائط ده يمسكهم في بعض. فقعدوا يدوروا على الحجر ده، لقوا الحجر اللي هم كانوا رفضوه ورموه هو ده الحجر بتاع رأس الايه الزاوية. فكانت نبوة عن المسيح المرفوض والمرذول بالرغم من انه هو اهم حجر وبالرغم انه هو اهم شيء. فعشان كده اتحطت هذه العبارة، الحجر الذي رذله البناؤون احتقروه. طب ومين هم البناؤون؟ اللي هم رؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والشيوخ. قالوا مين هو ده؟ مش ده ابن النجار؟ احتقروه رفضوه، لكن هو رأس الزاوية او حجر الزاوية. المسيح كلم لهم العبارة وقال لهم من سقط على هذا الحجر يتردد، واما من سقط هو عليه يسحقه. يعني لو واحد وقع على الحجر ده هيتعور، لكن لو الحجر وقع عليه هيموته هيسحقه. وكان تحذير من المسيح لهؤلاء الناس اللي قوموه واللي عندوه واللي اهانوه. وما زال هذا التحذير موجود، ان المسيح اهم حجر واهم شيء في حياة الانسان، هو رأس الزاوية. واذا كان هو اللي بيربط العهد القديم بالعهد الجديد ويربط السماء بالارض ويربط الشعب المختار مع شعوب الامم كلها،
فهو حجر الزاوية في حياة الانسان، اللي من غيره حياة الانسان لا تستطيع ان تكتمل ولا تستطيع ان يكون لها كيان لو المسيح مش موجود في حياة الانسان. ولو الانسان سأل نفسه طب ليه الحجر ده بيترفض، ليه الحجر ده بيترفض، ليه الناس بترفض المسيح، اول حاجة لانها مش عارفة اهميته. الجهل والغباء اللي عايش فيه الانسان، مش مدرك اهمية المسيح في حياته، شايف ان هو ممكن يتبسط ويتمتع ويدبر اموره ويدبر خططه ويمشي حياته من غير المسيح. عشان كده المسيح ده يعني حاجة مش اساسية. ممكن الانسان يرفض المسيح لانه يشعر ان المسيح لو جه هيحرمه من شيء وهو مش عايز يتحرم من هذا الشيء. ممكن الخوف من الالم، لو المسيح ده دخل في حياتي مش بس خوف من الحرمان لكن خوف من الالم، من الاضطهاد. ممكن اغراءات كتيرة جدا بتبقى عمي عين الانسان وبتخليه مش شايف المسيح ولا ضرورة المسيح. لكن هو بيحذر الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. كل واحد وهو بيبني في حياته لازم يعرف ويتأكد ان رأس الزاوية موجود ولا لا، ده هو الاساس اللي هيتبني عليه كل شيء. وهذا الحجر يقال عنه انه من قبل الرب، ده من عند ربنا. كان هذا وهو عجيب في اعيننا، لان اسم عمانوئيل عجيب، مشير اله قدير ابا ابديا رئيس السلام. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. ما هو هذا اليوم؟ ده اليوم ده معرف، ميلاد المسيح ولا قيامة المسيح؟ طب ما هو نفس الشيء، الميلاد، الميلاد كان ضروري للقيامة ولا الموت؟ ما احنا فرحنا بموت المسيح وصلبه، لان كان في موت المسيح خلصنا. هذا هو اليوم اللي صنعه الرب. طب اليوم انهي يوم؟ زي ما الاب يقول للابن انت ابني وانا اليوم ولدتك، طب انهي يوم؟ طب هو المسيح اتولد في يوم، دي ولادة اذلية فوق الزمن. عشان كده المقصود باليوم هو يوم الفداء، يوم الخلاص. ويوم الفداء ويوم الخلاص ده مش زمن محدد، لكن ده فوق الزمن، هو كل لحظة دلوقتي. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، وبكرة هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، وبعد 10 سنين هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، ومن 20 سنة فاتت كان هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. وفي كل يوم من الايام دي نبتهج ونفرح فيه. في كل يوم بقى زمننا زمن الابتهاج والفرح، لان كل يوم من ايام حياتنا بقى تبع هذا هو اليوم. في كل يوم احنا متمتعين فيه بالخلاص. عشان كده الكنيسة خدت الاية ده، هي صحيح المزمور ده بيترتل في عيد ميلاده وفي عيد القيامة، مزمور الانجيل، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. لكن الكنيسة خدت هذا المزمور وبقى لحن في طقس الليتورجية بتاعت القداس. فكل مرة بنصلي القداس فيها بنقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه، يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. الشمان في حافظينه يقول قليلوا يا باي بيبي. بقى كل يوم هو يوم خلاص، يوم ابتهاج، يوم فرح. فكم تستطيع النفس انها تفرح كل يوم، مش تفرح في المناسبات. عشان كده الكنيسة حطت لنا المزمور ده كل يوم في صلاة الغروب عشان تفرح كل واحد فينا، ويقدر يخش ينام او ينهي يومه وهو مطمئن وفرحان ان هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. اه يا رب خلص، اه يا رب انقذ،
اللي هي بالظبط وصلنا. كلمة وصلنا يعني خلصنا او هوشعنا، عشان كده بنسمي احد الشعانين او احد الخلاص. نفس الصرخة اللي صرخت الجموع زي ما شفناها، الذين تقدموا والذين تبعوا، صرخة الخلاص، مش بس باحتياج الخلاص لكن كمان بفرحة الخلاص اللي احنا نلناه. عشان كده حلو الانسان يحفظ العبارة دهية، اذا كان شايف في خطر جاي ناحيته، في خطية، في حاجة بتهدده، يصرخ لربنا يقول له اه يا رب خلص، اه يا رب انقذ. واذا عدى من الخطر يقول له اوصلنا، اشكرك يا رب لانك خلصتني. كانت الجموع تبقى وصلت الى الهيكل وهي بتقول هذا الجزء من المزمور، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج به، اه يا رب خلص، اه يا رب سهل سبلنا او انقذ. مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. خدوا بالكم هنا بقى تبقى في المربعة، يسموها الانتيفونا. كلمة فونا يعني فون، يعني صوت من ميكروفون، يعني حاجة بتكبر الصوت. فكلمة انتيفونا، فونا يعني صوت، وانتي يعني ضد، يعني صوت بيرد على صوت، اللي احنا بنسميها شوفوا مثلا مربعة. مربعة يعني واحد يقول ربع والتاني يرد عليه بربع تاني. كان مجموعة داخل اورشليم داخل اسوار تقول ربع، ومجموعة نازلة من على جبل صهيون تقول الربع تاني. دول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب يرد عليهم فلنفرح ولنبتهج فيه، اه يا رب خلصنا، اه يا رب انقذ. يقولهم مبارك الآتي باسم الرب، يرد عليهم من جوه باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله، يؤكدوا ان الرب هو الله، يهوى هو الهنا، وقد انار لنا او قد اضاء علينا بفرحة الخلاص وببهجة الخلاص. خدوا بالكم ان المزمور ده في موقع المسيح نازل للقبر الى الظلمة، لكن الظلمة لم تدركه. الله الرب اضاء علينا او انار لنا. يرد عليهم فريق تاني، اوثقوا الذبيحة بربة الى قرون المذبح. تعرفين ان المذبح بتاع المحرقة كان ليه اربع قرون، فبيقولهم جهزوا الذبايح اربطوها في قرون المذبح. وبالمعنى الرمز الجميل اللي يخص المسيح، المسيح كان مربوط على خشبة الصليب، حمل الله كان مربوط في قرن الايه المذبح، وكان مربوط في الاربع اركان. في الترجمة السبانية بيضيفوا حتة جميلة هنا، يقولوا اوثقوا الذبيحة بربة الى قرون المذبح وهيئوا اغصان الشجر الكثيفة. نفس المنظر اللي شفناه ان هم الناس وهي بتستقبل المسيح خدت اغصان النخيل وزعف النخيل واغصان الزيتون، اشجار الشجر او اغصان الشجر الكثيفة، واعملوا ظليلة او اعملوا زينة وابتهاج حوالين المذبح. الهي انت فاحمدك، الهي فارفعك. فرحة الانسان بخلاص الله وبلسان حال المسيح اللي كان بيمثل البشرية كلها. الابن عندما كان يمجد الاب، انا مجدتك على الارض، مش الابن قال للاب كده، انا مجدتك على الارض، اعلنت ارادتك واعلنت مسرتك واعلنت خلاصك للبشرية. الهي انت فاحمدك، الهي انت فارفعك. احمدوا الرب. يرجع للبيت الاولاني او للقرار الاولاني والعبارة الاولانية، احمدوا الرب لانه صالح
لان الى الابد رحمته. والفريقين كلهم يختموا في النهاية بهذه العبارة اللي جوه واللي بره، ان الكل يقول احمدوا الرب لانه صالح خير والى الابد رحمته. ظل هذا المزمور له وضع الخاص بالنسبة لليهود في اعلان استقبال المسيح المنتظر لحد ما نطق المسيح بنفسه واتم النبوات اللي كانت فيه. في حد يحب يسأل حاجة في المزمور ده؟ كانش فاهم. اذا كان تلاميذ نفسهم ما كانوش فاهمين، تلاميذ نفسهم ما كانوش فاهمين، كانت بتهتف على اساس ان هو المسيح، لكن مين يكون هو المسيح ده وهيعمل ايه؟ الجموع كلها فاهمة ان المسيح ده بتصرخ له اه يا رب خلصنا، على حسب الاحساس في هذا الوقت خلصنا من المستعمر الروماني وحقق لينا مملكة زي ما داود عمل لينا مملكة، لكن ده ما كانش فكر المسيح. عشان كده لما لقوا المسيح ما جلس على كرسي الحب وضرب الرومان وطردهم، سلموه للطلب بعد اسبوع. اللهم اتفضلوا نصلي.